الفم أج الفم أج جمع الكلمة أجري أجري مثال استخدام الكلمة في حالة الفاعلية ذاك الكلام لا أستطيع أن أقوله بفمي ممبنيتا أغلوغو إسكا بنيم ممبنيتا أغلوغو إسكا بنيم كل شر يبدأ من الفم أوسكي مالي أغلتون أغي أوسكي مالي أغلتون أغي مثال استخدام الكلمة في حالة المفعولية إذا أمسكت فمك من كلام الشر يحبك الجميع أوسين بانجيلتون أكادوميكان أدم مالي كدولنا أوسين بانجيلتون أكادوميكان أدم مالي كدولنا هل تستطيع أن تتحدث لغة نوبين؟ أكابانينا أكابانينا هنالك معنى اصطلاحي لكلمة أج وتعني الحرف الأبجدي وتجمع أجي لتمييزها من مفردة الفم كلمة أشري أشري جمع الكلمة أشربو أشربو معنى الكلمة المعنى الأول جيد أو حسن مثال الأول هذا العمل جيد إنجلي أشريا إنجلي أشريا هذا الطعام بالحقيقة جيد إنكبأ علي نشريا إنكبأ علي نشريا المعنى الثاني جميل أو حسن المنظر المثال الأول وطننا فائق الجمال وهو رمز المحبة إركونيدس سنشري تردولجدين إيري المثال الثاني أيتها الجميلة السوداء يا فتاة النوبة أنت ملكة الحسناوات و أورم أشري و نوبي نورو إرشريغو نورو و أورم أشري و نوبي نورو إرشريغو نورو كلمات مشابهة للكلمة في المعنى أو مشتقة منها الجمال الشرك الشرك الأجمل أو الأكثر جمالا الشرينكيل الشرينكيل جيدا أو بصورة حسنة الشريكر الشريكر الكلمة أي أي تصنيف الكلمة اسم توجد حالتان لنطق الكلمة وهذا النطق يحدد معاني مختلفة للمفردة حسب نطقها الحالة الأولى إذا كان النطق بنقمة عالية للحرف المتحرك أ أ أي أي معنى المفردة حسب هذه الحالة من النطق النفس أو الذات لنأخذ المثال من أغنية للفنان المبدع مكي علي إدريس أغنية كجبار الوطن هو الإنسان والإنسان هو الأرض فكيف يبيع الإنسان نفسه أو ذاته إركتا آدماني آدمي كونغوراني كرويدا أي تنغاجاني إركتا آدماني آدمي كونغوراني كرويدا أي تنغاجاني والمثال الثاني مأخوذ من رايعة الراحل المقيم المبدع محمد مختار عبدون دولا بايوسي وما نحن كنا إلا ضيوفا نازلين في قلبك نأخذ غفوتنا ونمضي هتر أي للنسكت تمسوني نوس فنقلوني هتر أي للنسكت تمسوني نوس فنقلوني والحالة الثانية إذا كان النطق بنغمة منخفضة للحرف المتحرك أي أي وفي هذه الحالة يكون المعنى هو ضمير المتكلم أنا أي أي مثال الكلمة في حالة الفاعلية أنا نوبي أنا أتحدث لغة نوبين أي نوبامل أي نوبينغ بنيل أي نوبامل أي نوبينغ بنيل مثال الكلمة في حالة المفعولية تعال واخبرني كريغا دينيغا كريغا دينيغا